سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك. سنتكلم في هذه الحلقات عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. دراسة السيرة تقربنا من محبته مع النبي القائد، مع النبي الزوج، مع النبي الجار، مع النبي الصابر، مع النبي الشاكر. الله سبحانه وتعالى بارك في عقله فوصل إلى مقام الكمال العقل البشري. كل حياته هي محطات مفيدة نستلهم منها الدروس. التهيئة الربانية والتدريب الإلهي والتدرج بالنبي صلى الله عليه وسلم نحو مقام النبوة. المواقف والمشاعر التي انتابت النبي صلى الله عليه وسلم ولما فاجأه الوحي. إيماننا بالله بين ثلاثة: قول وعمل واعتقاد جنان، ويزيد بالتقوى وينقص بالردى، وكلاهما في القلب يعتلجان. وإذا هممت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يظن. الموسم الأول من سلسلة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم طيلة أيام شهر رمضان المبارك يأتيكم في الأوقات التالية.